أعمار وجنسيات مسلسل العربجي وأزواجهم. الفنان باسم ياخور في دور عبد العربجي. باسم إبراهيم ياخور مواليد 16 من أغسطس لعام 71 ميلادي وعمره 52 عاماً، ولد في اللاذقية في سوريا ويقيم حالياً بالإمارات العربية المتحدة. والده هو الإعلامي السوري إبراهيم ياخور، ولديه شقيقتين، واحدة مستقرة في كندا والأخرى في أمريكا، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 93 ميلادي. تزوج الفنان باسم ياخور من الكاتبة السورية رنا الحريري وهي أوكرانية الأم والمولد، وأنجب منها ابنه الوحيد وهو إبراهيم. الفنان سلوم حداد في دور أبو حمزة. الفنان سلوم الحداد مواليد 29 من مارس لعام 53 وعمره 70 عاماً. ولد سلوم حداد في مدينة حلب، هو ممثل سوري وهو من أصول مسيحية أرمنية. الفنان يعد من أبرز الممثلين السوريين وساهم في الكثير من الأدوار التاريخية ويعرف بلقب فارس للدراما العربية. تزوج من نورة النوري ورزق منها بأمير ومريم. الفنانة نادين خوري في دور درية خانم. الفنانة نادية لطفي الخوري من مواليد 26 من مايو لعام 59 ميلادي وعمرها 63 عاماً، من مواليد دمشق في سوريا. هي عضو في نقابة الفنانين السوريون منذ عام 83، وهي شقيقة المخرج جورج لطفي الخوري. الفنانة لم يسبق لها الزواج ولقبت بعذراء الشاشة السورية. الفنان محمد قنوع في دور شومان. محمد مروان مصطفى قنوع مواليد 26 من سبتمبر لعام 73 ميلادي، تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني وله من الأبناء عدنان ومروان ومايا وماسة. توفي في 22 من أبريل لعام 2023 عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته باحتشاء بعضلة القلب بشكل مفاجئ، بينما أفادت وسائل الإعلام بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية. الفنان طلال مرديني. الفنان مواليد 25 من يوليو لعام 85 وعمره 37 عاما، من مواليد دمشق في سوريا. الفنان ممثل ومؤلف سوري من مواليد دمشق، وتخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ. الفنان فارس ياغي في دور حسن. الفنان فارس ياغي مواليد 14 من سبتمبر لعام 92 وعمره 30 عاما، من مواليد دمشق في سوريا. ممثل سوري من مواليد مدينة دمشق، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل في عام 2015. انطلاقته كانت من خلال السينما بدعم من المخرج باسل الخطيب. الفنانة ديما قندلفت بدور بدور. الفنانة من مواليد 3 من يناير لعام 79 ميلادي وعمرها 44 عاما، من مواليد دمشق في سوريا، وتلقب بجوكر للدراما السورية. ممثلة سورية ووالدتها لبنانية، متزوجة من وزير الاقتصاد السوري الأسبق همام الجزائري منذ عام 2015. الفنانة روعة ياسين في دور بلقيس. روعة ياسين مخلاتي من مواليد 12 من يوليو لعام 76 ميلادي وعمرها 46 عاما، من مواليد دمشق في سوريا. صرحت في أحد اللقاءات الصحفية عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وقالت أنها لم تجد الشخص الذي يناسب حياتها. الفنان طارق مرعشلي. الفنان طارق من مواليد يوليو لعام 72 ميلادي وعمره 50 عاما، من مواليد دمشق في سوريا، وهو ابن الممثل اللبناني إبراهيم مرعشلي والممثلة السورية ناهد حلبي، زوج الفنانة رندا مرعشلي سابقا، الذي أنجب منها ابنتهما الممثلة هيا المولودة في عام 97 وأيضا سيلا ثم انفصلا. الفنان سوار الحسن. مطرب وممثل سوري بدأ اهتمامه بالغناء منذ عام 99 ميلادي، وترك دراسته في كلية الطب ثم اتجه إلى الغناء في مصر. أطلق في مصر ألبومين غنائيين باللهجة المصرية. الفنان صفوح ميماس. الفنان ممثل سوري من مواليد محافظة درعا، بدأ مشواره الفني في عام 85 ميلادي. الفنانة تولين البكري في دور وردة. الفنانة تولين مواليد 12 من أكتوبر لعام 76 ميلادي وعمرها 47 عاما، ممثلة سورية من مواليد مدينة حلب في سوريا.
تزوجت للمرة الأولى من رجل أعمال سوري وسافرت لتعيش مع زوجها في الخليج، فابتعدت عن الساحة الفنية لفترة وأنجبت منه 3 أبناء هم جودي وطلال ولولا، ولكنها انفصلت عنه لاحقا وعادت إلى سوريا وشاركت في الأعمال الفنية مرة أخرى. تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال مجد بدور، وكان زواجا سريا استمر لمدة أشهر ثم انفصلت عنه. الفنان عبد الرحمن قويدر في دور كرمو. ممثل سوري تخرج في المعهد العالي في دفعة 2003، فور تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية قدم أول أدواره التلفزيونية في مسلسل ربيع قرطبة. الفنانة حلا رجب في دور نورية. الفنانة مواليد 16 من فبراير لعام 87 وعمرها 36 عاما، وهي من مواليد سوريا. نشأت قصة حب بين الفنانة حلا رجب والفنان يزن خليل في أثناء دراستهما سويا، وتكللت بالزواج حيث تزوجا في عام 2004 ورزقا بطفلهم الأول وسمياه باسم تيم. الفنانة إيمان عبد العزيز في دور أم حمزة. الفنانة مواليد 12 من أغسطس لعام 58 وعمرها 64 عاما، وهي ممثلة سورية. الفنان علي كريم في دور أبو أحمد. علي كريم مواليد 2 سبتمبر لعام 49 ميلادي، وهو ممثل سوري اشتهر بأداء شخصية العقيد أبو النار في مسلسل باب الحارة، وولد في حارة شعبية في دمشق في باب توما. نشأ في أسرة متوسطة الحال ودرس في كلية الآداب جامعة دمشق وتخرج من قسم الفلسفة. الفنان ميلاد يوسف في دور حمزة. الفنان مواليد 1 يناير لعام 76 ميلادي وعمره 47 عاما، هو ممثل تلفزيوني سوري من مواليد المالكية المحافظة الحسكة. متزوج من امرأة من خارج المجتمع الفني، وكانت قصة حبهما تتمتع برومانسية درامية واستمرت لمدة عامين. الفنان شاد الصفدي في دور جركس. شاد الصفدي هو ممثل سوري ومغني وعازف في فرقة سفر السورية، شقيقه هو الممثل غزوان الصفدي. الفنانة تسنيم باشا في دور زهرة. ممثلة سورية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2011، وهي قسم الإضاءة المسرحية. الفنانة روبين عيسى في دور بديعة. ولدت في القرن العشرين، حيث ولدت في مدينة دمشق سوريا، وديانتها مسيحية وجنسيتها سورية. وأما عن حالاتها الاجتماعية فهي متزوجة من علي جلول، وعن دراستها فهي خريجة معهد الفنون المسرحية. الفنانة دلع نادر في دور حسنية. ولدت الممثلة دلع نادر في سوريا، وتعتبر ممثلة سورية الجنسية مسلمة الديانة ظهرت سابقاً. شاركت في عدد من الأعمال الفنية، لكنها في عام 2023 قد أبدعت في الأعمال الرمضانية التي شاركت فيها، منها في العربجي ومسلسل شرف.